انظر كيف جاءت الآية تستحث القلوب ولو أمرنا الله ابتداءً بالصلاة والسلام عليه لكان أمرًا عظيمًا فكيف وجاء بين مقدمة هذا الأمر إخباره سبحانه أنه قد صلى عليه وأنه سخر ملائكة السماء عليهم السلام للصلاة عليه أما فهمت قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي قبل ان يقول لنا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تدري ما دلاله هذا دلالاته عده اعظمها انه يغريك بان تقبل بالصلاه عليه لما اخبرك انه سبحانه صلى عليه يغريك والله ان تقدم على فعل اخبرك سبحانه انه تولاه لعبده عليه الصلاه والسلام يغريك ان توافق ملائكه السماء في امر عظيم هو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول لك صل عليه قال لك يا عبدي انا صليت عليه وملائكتي صلت عليه بالله اي وقع لهذا المعنى في قلبك اتبخل اتستقل اتزهد اتمضي عليك الايام والسنوات وايام الجمع ولياليها وحظك قليل من صلاتك على حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم ويدلك ايضا في الايه على معنى بديع انه صلى الله عليه وسلم في غنى والله عن صلاتي وصلاتك عليه لان الله قد صلى عليه وان الملائكه قد صلت عليه اي والله اغناه ربه وقد صلى عليه سبحانه فالشرف والفخر لي ولك ان اقبلنا بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم